الاستضافة هذه جات باش نمدوا للفلاحين واش هما الامتيازات واش هما الخدمات اللي قدمها الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي ممثلا في صناديقه الجهوية، خاصة هنا في ولاية خنشلة. احنا قدمنا عروض وخدمات الصندوق المتمثلة خاصة في التأمينات على المخاطر الكبرى والمخاطر المناخية كالحرائق والبرد والفيضانات إلى غير ذلك. احنا على كل حال جينا اليوم اللي باش نستفادوا من اسمه باش الانسان اللي عنده باش يقدر باش يروح ياسوري روحه هكذا ياسوري الشق نتاعو الوقت اللي وين تصرع يعني كارثه من الكوارث كما هذه اللي قالتنا نتاع النار، ومع الاقل يلقى السهولات اللي باش يعوضوا.